خلونا نشوف رسالة من واحد من الشباب اللي شاركوا معنا في البرنامج، وهو يعني ما بقول لكم شيء، خلونا نشوف أحسن. كنت بقول لكم معلومة عنه يعني. يلا نشوف. تاسعة وما أدراك ما القوة التاسعة. القوة التاسعة وقت الجمال، لحظات ماتعة فوق الخيال فوق الخيال. البرامج اللي تمر عليك مرورا خفيفا لطيفا ظريفا يضفي عليك متعة وتحدي. التحدي ما نقدر ننكر الفقرة المفضلة عندي، ويا جمهور مالك أمل عموري شمر للعمل، فقرة القوة التاسعة اللي أنا دائما كنت أقول. طبعا في البداية حصلت بعض النتوءات والكبوات الجوادين ودخلنا الغرفة للأسف، لكن بعدها ثبتنا الجدارة قلنا الكلمة. يا سلام يا سلام. طيب أيضا عمر حبيب من الشباب المميزين اللي شاركوا في البرنامج، أيضا عندنا رسالة أخرى من شخص آخر. ترى ما شاء الله يعني كمية النجوم اللي شاركوا في البرنامج عدد كبير، أنا صراحة أتشرف فيهم واحد واحد، وأنتم أيضا جزء كبير من نجاح هذا البرنامج والنجوم المشاركين. رسالة من أحد الشباب أيضا اللي بدع معانا في البرنامج، نشوف رسالته. ها جاهزة؟ يلا. يمكن أرسلها على الإيميل. يمكن تعرف ما شاء الله عليه هو طويل شوية ف تطول، إذا هو طويل شوية معروف. لا لا عمر حبيبي جزاكم الله بالخير. أهلا وسهلا، سعيد بالتواصل معكم عبر قناة ماسا وبالتحديد في برنامج القوة التاسعة. هذا البرنامج اللي كان يتعبنا نفسيا، ضغط ومتصل ما يجاوب صح ويخليك ترجع ورا، أو يجاوب صح ويخليك تطلع قدام وتعدي رقم 9، تروح تدخل الغرفة ذيك الكئيبة، تروح تدور لك مفاتيح، وبعض المتصلين يشوفوا المفاتيح وقبل يتصل عليك، وإذا اتصل عليك ضيع مكان المفتاح، وهو يقولك يمين وانت تروح يسار لان عكس الكاميرا، وخلى على الله يا رجال. لكن من الاخير ترى استمتعنا جدا بهذا البرنامج، انا كمشاهد الفتره الاخيره وكمشارك في اولى حلقات هالموسم. شكرا لكم، وان شاء الله نلتقي بكم قريبا برامج اخرى بامان الله. ما شاء الله يعطيك العافيه عادل. لو ما اخذت رساله عادل كان احسن والله، احس انه غلط على البرنامج كثير يعني، ما وش يهرك يا عادل. غلط على الغرفه. اي والله يعطيكم العافيه. من بصراحه انا اتشرف بكل شخص جاء هنا، وكل واحد كان له لون خاص يعني واسلوب، وبصراحه يعني حتى بعض الشباب شفناهم بشكل جديد وشكل مختلف، زي ما شفنا ابو حمزه اليوم بشكل مختلف. شكرا. نجاشي بشكل مختلف. شباب عبد الله يعني بحكم انه كنت في معمعه البرنامج وكذا، على طار النجوم والله يعني كنا نتعب جدا بحيث انه نولث توليفه لهذا الشهر. صحيح. يعني نجيب فلان فلان فلان، لا هذا ما يناسب مع هذول، وهذا ما حتطلع الحبكه يعني حلوه. فان شاء الله نكون قدمنا شيء يعني يليق بالساده المشاهدين. لا ما قصرت. وانا أكيد اقول شكرا من هذا المنبر لكل شخص شارك معنا في هذا البرنامج يعني، ويسامحنا اذا قصرنا في حقه، وان شاء الله يكون الجمهور راضين عن هذا البرنامج الجميل، ونتطلع الى اشياء افضل ان شاء الله. تحيه لابو قاسم. يا سلام.